سلام، اليوم راح ندير دي تختولات على اليقطين، يعني كابويا. بزاف بنان هادو لي تختولات، يعني جربوهم هايلين. اول حاجه راح نبدا بلا بات بغيزي، يعني لا بات اللي استعملتها في لي تختولات. استعملت 250 غرام تاع الفرينه، يعني اذا عندك كاس تاع 250 مليليتر راح تقيسي بزوج كيسان ونص جيك. استعملت 125 غرام تاع الزبده تكون طريه، واحده تاع صفر البيض، قرصه تاع الملح، مغرف كبيرة تاع السكر، ونحتاج الماء راح نقيسه بوحدة تاع قشرة البيض. راح نخلط المكونات مع بعضهم ونجرب نعجن العجينة بكفي كما راكم تشوفوا في الفيديو. بالنسبة للخليط نحتاج كاس تاع الكابويا، يقطين، كاس الى الربع تاع الحليب، نص كاس تاع السكر. وهنا نقطع اليقطين قطع صغيرة ونفوره، يعني نطبخه على البخار.
هنا بعد ما طابلي ل 220 درجة تقريبا شد لي ساعة وما تنحيهوش من الفور حتى تشوفي يعني الخلطة بدأت تحمر على الحواشي، يعني هنا تقدري تنحيه.